قد ايه خديت انت؟ 13000 كيلو دفخاز والاخر 1500. اي قداش تحط المفروض قداش تحط؟ كانوا 7000 ها؟ 6000 والدفخاز كان 8000 7000. ها؟ شوف بالحق اوكي. حاج المواطنين حسيتهم نقصوا على الدجاج ماشي يشري غير بالحق. هاي الاسوان مش باهي غالي هكا؟ غالي برشا. ما قداش كنت تشري مثلا؟ مثلا هذا كان 5000 شوف 700 و 40 شوف السكالوب 17 دينار الوالد بالوالد اللي كان قبل نرجع عامين ثلاثة التالي كان ب 11 ونص 12 لي ماكس مريضة مش ماشي شي هذه زومة الزوالي راه فهمتك هذه زومة الزوالي ماتش حتى الصواني ما عادش يعني قلاب بالنسبه لنا. شوف الدجاج على خاطر غالي قال لك يلزم يطلعوا له واحده صغيره باش ما يقطعش هذا. لا صحيح الشباب حرام رغم اللي ذوق الحرب اما الاسوان هذه عندهم الاسوان في مطنا في متناول المواطنين ولا محددين لكم الاسعار ولا انت؟ يعرفها مش ذنبه ويعرفها ماهيشي في متناول الحرب يعرفها ماشي في الحريق وهذا يرجع اليوم ما عادش يبيع ما عادش يبيع وين العباد؟ اللي بجنب اللي بجنبه قال لك فارغ قال لك فارغ خاطر اللي وقت اليوم يقعد به 43 العباد ما عادش يشري ما عادش المواطن يقبل بالاسواق هذه سمحني هو قداش باش ياخذ سمحني الفكره يقول لك واش 30 هم زوز قدام وهذا الدجاج ماهوش لحم ماهوش لحم ما عندوش ولا بقري طلع شعلة فيها النار قديت ولا اسوي ما عندك جدا سكالوب ما فماش باش وزاره التجاره كثرت عليكم الرقابه الايامات ولا وليت البارح برضو كل يوم مش من انا نشوف المزارع ماشي مش نحن غالي معناتها السوم تقصدها على شنو مش موجود الدجاج ودي نشوف المصانع كيف ما هم الشركات معناتها نتاع الدواج هم اللي عندهم السلعه هم اللي غلوا السلعه باهي العباد ما عادش تجي توا ما عادش القبال برشا على الدجاج المواطنين ولا لا؟ ولا يجي تم فهمتك يبطل واحد ما ياكلش